السؤال الثاني في الأدب، والسؤال هو: من هو الأديب المصري مؤلف كتاب أثر العرب في الحياة الأوروبية؟ إجابتك عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد، بتخمني؟ لا، أنا قرأت دي من أسماء الكتب اللي هو عملها. عملاق الأدب، صح. رفعت، محمد رفعت بتوافقها؟ إجابة صح. مادام محمد رفعت موافق يبقى أنا لازم أوافق. إجابة صحيحة. عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد هي الإجابة الصحيحة. نور القسط 20، إبراهيم طارق 20، أحمد ناصر 10، ومحمد يسري 10. مباراة قوية جداً.